بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في برنامج 6 على 6. القرنيه المخروطيه من الامراض الشائعه واللي كثر اكتشافها نتيجه الفحوصات اللي احنا بنعملها في حالات التصحيح الابصار، فبقينا بنكتشف حالات كتيره من القرنيه المخروطيه في مراحل مبكره جدا، وفي المرحله دي بنعرف المريض ان هو مش مناسب ان يعمل عمليه الليزك، لكن له علاج تاني للقرنية المخروطية. بيعتمد العلاج على المرحلة اللي اكتشف فيها المرض، لو هو بدري قوي ممكن النضارة تكفي مع عملية اسمها عملية تثبيت قرنية. العملية دي بتوقف النشاط بتاع المرض، بتنعمل لكل الناس اللي عندهم قرنية مخروطية في السن الصغير بالذات اللي هو سن الشباب ما بين 20 و30. لو اكتشفنا القرنية المخروطية في مرحلة متأخرة زي سن 40، عادة بيكون القرنية المخروطية في المرحلة دي بتكون ثابتة ومستقرة، ما بتعوزش أي تدخل جراحي غير إن احنا بس نتابعه عشان نتأكد إن هو ما بيتقدمش أو ما بيزيدش مع الوقت. الحاجات التانية اللي بتدخل بقى في العلاج غير عملية تثبيت القرنية، ودي العملية الأساسية في كل حالات القرنية المخروطية، في حاجة اسمها زرع حلقات، عمليات الغرض منها التأهيل البصري، يعني عايزين نحسن النظر شوية. بيكون المريض بالنظارة أو بالعدسة اللاصقة ما بتحسنش، فبنعمل له حاجة اسمها زرع حلقات في القرنية. زرع الحلقات ده يعني زي ما تقول بيفرد القرنية بحيث إن النظر يتحسن بالنظارة أو بالعدسة اللاصقة بعدين. طيب لو دخل في مرحلة متأخرة شوية عن كده وزرع الحلقات أصبح غير مناسب، يبقى المريض هنا هيحتاج إلى عمليات زرع القرنية. وزرع القرنية حصل برضو فيه تطور بالنسبة للناس اللي هم عندهم قرنية مخروطية، إن احنا بنعمل حاجة اسمها زرع جزء القرنية، إن احنا بنشيل الطبقات اللي هي ضعيفة في القرنية ونزرع الطبقات المماثلة ليها من قرنية المتبرع، ويفضل الجزء السليم في قرنية العين ما نغيروش عشان المريض يستفيد منه، ونقلل بالوسيله دي او بالطريقه دي معدل رفض الجسم للقرنيه الجايه او المزروعه من متبرع اخر.